طب قولي الو كده. الو الو، حطي السماعات عشان نكلم دلوقتي زوج النجمه شيماء سيف كارتر. الو 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 الو، مساء الخير ومساء الجمال على الكابل الرائع. الله اكبر الله اكبر، مش بنحسد بس بجد انا بشوف انتوا الاثنين مع بعض عاملين اتنين اشقيه جدا، طفلين صغيرين اشقيه طول الوقت بينكفوا في بعض، صح؟ هو احنا حياتنا كلها عبارة عن اثنين عيال صغيرين قعدوهم في الحضانة وسابوهم وبيتخانقوا بقى على الحاجات البسيطة بقى، انت خدت الكرة بتاعتي، لا مش عارف ايه، هي دي الحياة بتاعتنا. كلمني عن شيماء سيف واهم مميزاتها كزوجة. اهم مميزاتها المكرونة بالبشاميل. بتعملها حلوة؟ لا طب ولا المكرونة ام كبدة؟ أوه. أوه. دي احلى دلوقتي، بقيت متمكنه في دي اكتر. دي لازم تقول لنا وصفتها بقى. المكرونه بالكبده دي ما يعني ما تاكلهاش ولا عند بابا عبده ولا عند ماما عبده. طب ممكن يا شيماء لو سمحتي؟ حاضر. ممكن والله, والله العظيم ما دقتهاش قبل كده، يا ريتني عملتها لك وانا جايه. شفتي انا عندي جوه ايه؟ سمبوسه. لا ده انا بقيت متمكنه، انا ما ببقاش مصدقه ان انا اللي عملتها والله بجد. انت كنت بتعرفي تطبخي قبل الجواز؟ ولا كنت بدخل مطبخ. اسالي كارتر. كارتر لما كان بيجي لنا في البيت كان يقول لي طب يا بنتي قومي ساعدي مامتك ولا اعملي حاجه، اقول له انا كده انا ما بعملش حاجه. الا انا اتفاجئ يعني لما اتجوزنا قال لي ايه ده انت طلعت شاطره، امال انت كنت مالك مستبيعه كده؟ اقول له يعني اللي ما يتدلعش في بيت اهله مش هيتدلع، دينا بنشتغل دلوقتي. طب غير المكرونه كل حاجه حلوه والله. شوشو يا حبيبي، شوشو انت بتدلعها دايما تقول لها شوشو. طب بتختلفوا، هي قالت انكم بتختلفوا على التفاصيل التافهه دي، في حاجات تانية؟ التفاصيل يعني مثلا هي ما بتحبنيش انام خالص، ما اعرفش ليه، نفسي اعرف ليه، هي طول الوقت عايزاني افضل مفتح عيني عشان عايزاك تفضل على طول بتنام يعني صاحي جنبها بالظبط، وهي تنام وانت خليك انت بتنام. انت بتنام ليه؟ هو بيحب النوم قوي قوي. عندي اسبوع شغل كامل مثلا وخدت يوم اجازه فبحب انام فيه. انا بقى مثلا عكسه، انا في يوم الاجازه اصحى من بدري تلاقيني مش مصدقه نفسي ان انا عندي النهارده اجازه، فبقى عايزه اقعد اتفرج على افلام قديمه وابقى حاسه كده ان انا قاعده في البيت ومبسوطه. هو بقى عارفه لو سبته واقعد اقول ايه طب ماشي ساعه، هو اكيد هيصحى اكيد شبع نوم، مش عايز ما بيشبع، مش عايز ممكن 10 بالليل. طب قولي انت ايه اكتر اعمال شيماء سيف اللي بتحبها لها؟ انا بموت في برنامج 3 في 1 بعمل. أيوة. اللي انا يعني بقعد اتفرج عليها لوحدي، بقعد اشغله كده. ايوه بقعد اتفرج على البرنامج ده عشان البرنامج ده بجد يعني شيماء بتقول فيه كميه افيهات وكميه حاجات. ايوه مش طبيعية. وغالبا مش عارف بقى هو الحمد لله نجح وكل حاجه، بس هو محدش شايفه بعيني، فانا 3 في 1 ده بالنسبه لي بشوفه اهم برنامج ممكن يكون حصل في مصر. انا بشوفها بصراحه كمقدمه برامج، انا بموت فيها في البرامج، يعني هي في البرامج بتخش قلوب الناس وليها ستايل خاص بيها. يعني شيماء اللي بيميزها ان هي فعلا ليها ستايل خاص بيها غير الباقيين كلهم. هو ما حدش شبههم، ما فيش حد شبههم. خلاص يا كركوره ما تقفوش. هتنفخ هنا، مش عارفه يخرجوني من ده. مش هترجع على البيت على فكره، هتوصل للعالميه على فكره، هتسافر على بره على طول، هتبقى انت اللي رايح تجري وراها على طول. لا ربنا يكرمها ويوفقها كده وتفضل ما فيش حد شبهها لغايه ما يعني حاجه كده، ما اعرفش هيجيبوا حد شبهها منين. طيب مش مالهاش شبيه، ممكن تكلمني عن حاله الاستقبال الرهيبه اللي استقبلوها بيها في الخليج؟ ارجوك. انا ما اعرفش ايه ده، لدرجه ان احنا قعدنا وقت شويه بنتنكر، يعني هي مش عايزاني امشي في الشارع، انا بقيت بتعرف مش هي، يعني يشاوروا عليا يقولوا زوج شيماء هذا، حاجات كده غريبه. الخليج بجد انا ما شفتش انسانه في الدنيا، انا عارف ان الخليج بيحبوا الفن وبيحبوا كل حاجه، بس هم قصاد الدم الخفيف ممكن يكونوا بيعبدوه. ايوه ده صح، ده حقيقي. شيماء بيجروا عليها وهم حاسين ان هي بنتهم واختهم وقريبتهم، وهي شيماء سبحان الله فيها الحته دي يعني. ده حقيقي، ده حقيقي جدا. الناس بيجروا عليها وبيعملوا حاجات غريبه، يعني احنا ندخل مثلا مول ولا حاجه نبقى عايزين نشتري حاجه ونلحق الميعاد بتاعنا، ندخل الساعه 1 الظهر نخرج الساعه 10 بالليل ونكون ما جبناش الحاجه. اصلا كتر ما الناس بتحبها، اقسم بالله ربنا يكرمها كده ويحبب فيها خلقه يا رب، ودايما ناجحه يا رب كده. ربنا يخليك. ايه اهم مميزاته كارتر؟ بصي اهم ميزه فيه بحبها هي ثقته في نفسه،
وان هو عارف ومتاكد ان انا بحبه. يعني دايما مثلا لما اطلع واقعد اقول انا بحب حمائي, ولا لما كان مثلا في الفرح حمائي موجود والناس مثلا والناس قعدوا يكتبوا ازاي جوزها ومش عارف ايه, هو عارف ان انا فانز الحمائي, وان في فرق كبير ما بين ان هو حب ليه في حتة تانية بتاعته هو لوحده ومفيش اي حد تاني في الحتة دي. فهو انا بحب ثقته في نفسه, لما اتأخر في الشغل, لما مش عارف يحصل ايه, هو عارف لانه كمان كان عارفني وكنا اصحابه, وكان بيشوفني وانا في اي استوديو او انا في اي مكان ان انا كنت ببقى بميت راجل. فهو تقريبا قاعد يبص كده من بعيد ويدرس الشخصية, بعد كده هجم على الفريق. طبعا اول مرة لما شفتها قلت لها ايه يا كارتر, لما كانت عاجباك قوي فاكر اول مره؟ اول مره كانت عجباني فيها يعني, وخلاص بقى الدنيا الدنيا بقى خلاص. هي في مره كده شفتها قمر, فلقيت نفسي عمال اقول لها كلام كده, مش كلام, واحنا صحاب واخوات يعني, بس لقيت نفسي عمال اقول لها كلام مش كلام صحاب واخوات خالص, كلام بقى حد بيعاكس بقى. فهي بدأت تحس وأنا ابتديت أحس, والحمد لله الفسق وكله بقى بيحس وخلاص بقى. تتمنى تشوفها في دور عامل إزاي في الفترة اللي جاية؟ والله أنا يعني أنا بشبع لها شوية أدوار كده, بقعد أقول لها أنا لازم دي الحاجات دي تكمل, ما بشبعش منها يعني. دورها في لالا لاند هي وحمدي المرغني, أنا فظيعة في حياتي, يبقى ده مسلسل خاص لوحدها, فظيعة. لان الدور ده انا كنت بقى يعني كنت بستناهم هما الاثنين يطلعوا عشان اقعد اتفرد على الارض واقعد اضحك كده من كتر ما الاثنين دمهم خفيف والاثنين مع بعض مش طبيعيين. وطبعا برضو في المسلسل الاخير بدل الحدوثة 3 كانت عاملة دور شاجي في العشرة الاخرانيين دول, مش طبيعية, كانت رهيبة, مش طبيعية, مش طبيعية. هي دي شخصيتها بقى في البيت, الطفلة اللي مش فاهمة اي حاجة خالص. تمام, وفي الاخر اول ما بتفوق ممكن تقلب على جعان. عموما انا بتمنى لكم بجد حياه سعيده جدا جدا جدا, وربنا يوفقكم يا رب بجد والله. ودايما احلى حاجه لما الراجل بيكون سبورت للست, والست بتكون سبورت للراجل, وهما الاثنين بيعلوا بعض, وهما الاثنين بيقووا بعض, وهما الاثنين عندهم ثقه في بعض بيدفعوا بعض لقدام, وده بيكون اهم حاجه. هنا بتكون الاضافه الحقيقيه لاي اثنين بجد. ربنا يوفقكم ويبعد عنكم عين الحسود يا رب على طول بجد. ربنا يخليك يا انجي والله, وعايزه ابارك لك على البرنامج اللي انت اصلا تقريبا عملتي طفره لنجوم اف ام بكميه ما شاء الله النجوم اللي كلها بتحبك فبتجيلك عشان خاطر. ربنا يخليك, ده كلام كبير قوي والله بجد. والله البرنامج بتاعك ما شاء الله ما شاء الله, بنشوف عليه اسامي ونجوم ممكن اعظم البرامج واكبر برامج ما يعرفوش يجيبوها, فانت الناس بتجيلك انت عشان بتحبك. ربنا يخليك يا كارتر بجد, ربنا يا رب يكرمك كده دايما ودايما ناجحه ودايما شاطره. ربنا يخليك بجد, ميرسي ميرسي ميرسي. ده اول حاجه طبعا, ده بيكون دايما فضل من عند ربنا طبعا سبحانه وتعالى طبعا, وبعد كده طبعا النجوم الجمال على فكره احنا بنكبر بيكو ومعاكو يعني بجد والله العظيم بجد. بشكرك يا كارتر جدا جدا, وعايزين بقى ناكل المكرونه اللي بالكبده قريب والنبي. حاضر فتحت عيني يا حبيبتي. خلاص يا حبيبي, ميرسي يا حبيبي, ميرسي.